مرحبا بالاخوه الطلبه والطالبات في اطار هذا الفيديو الجديد. الوغ كما كتعرفوا لي غلوسيد كيشكلوا واحد بارتي مهمه في الموديل ديال البيوشيمي ستراكتورال، دونك مهم جدا كيطرح بزاف في لي زيكزامان. دونك جيسبر ان هذا الفيديو هذا ينفعكم ويجيب يعني واحد القيمه مضافه بالنسبه للاخوه الطلبه والطالبات. اذا كما كتعرفوا جميعا ان لي غلوسيد ولا السكريات فيهم السكريات البسيطه وفيهم السكريات المعقده. فالسكريات البسيطه بطبيعه الحال هي اللي كتشكل لنا يعني السكريات المعقده ليزوزيد. عندنا دابري لو كور جوج انواع ديال ليزوز، عندنا ليزالدوز ومشتقاتها وعندنا ليسيتوز ومشتقاتها. ليزالدوز هي جايه من اللي عندهم يعني الجوج كلمات الد او اوز. اوز هما راه سكريات بسيطه قلنا، الد اللي عندهم لا فونكسيون الديد. دونك هما على هذا الشكل تقريبا، كي هذا هو الجدر ديالهم اللي مناش كي تشتاقوا يعني غليسيرالديد، ثم كيتشتاقوا جوج هذا بري كاربعة، من بعد كيعطينا 8. دونك اهم اللي مشهورين هما هادو اللي كيكونوا لي زيكزوز، يعني اللي فيهم 6 ديال لي كربون، 1 2 3 4 5 6. كاين الالوز التروز، كاين الجليكوز المانوز الجلوز الايدوز الجالاكتوز التالوز. دونك هادو كاملين هما اللي خصنا نعرفوهم، وخصنا هما الى يعني الى تعرفنا ولا فهمنا هاد لي ستريكتور هادو ولا هاد السكريات يعني باقي داكشي الاخر كيسهل. دونك مهم خصنا نحفظوهم ومهم خصنا نعقلو عليهم. ثم كاين لي زوز الاخرين اللي عندهم سي الفونكسيون سيتون، يعني داكشي علاش كنديرو سيتوز. سيت يعني سيتون، اوز راه سكريات بسيطه اوز. مشتقاتها هي عندنا فيها ماشي بزاف بحال الاخرى، عندنا ديهيدروكسيا سيتون، يعني منها كيشتق يعني الليتوز الاخرين. تقريبا اهم اللي مشهورين فيهم هو الفريكتوز. والفريكتوز كما كتشوفوا في ليكرون هنا، الفريكتوز مهم جدا وكيطرح بزاف يعني في لي زيكزام. دونك هادو هما يعني قلنا السكريات البسيطه وقلنا السكريات المعقده اللي كيتكونوا من ليزولوزيد وكيتكونوا من الايزيتيروزيد. بالنسبه للزولوزيد اللي فيهم فقط يعني الا فككناهم الا عرضناهم للتفكيك كيعطيونا فقط ليزوز، يعني اوز يعني بيور ليزوز بيور. الايزيتيروزيد لا، الايزيتيروزيد فيهم الا درنا لهم التفكيك راه كنلقاو فيهم ليزوز وكنلقاو فيهم دي سوبستانس نون غلوسيديك، يعني كنلقاو فيهم مثلا بروتيين ولا ليبيد. سي بور سا يعني المثال بحال كنقولوا غليكو بروتيين غليكو ليبيد. دونك هادو بحال اللي قلتي فيهم هادو زائد ديك السبستانس اخرين، يعني فيهم لي سبستانس اخرين. يعني هذا هو تقريبا، هذا هو اون جينيرال. بالنسبه لي زوزيد عندنا فيهم ثلاثه ديال الانواع دابري لو كور، يعني داكشي اللي كاين في الكور عندنا فيهم ثلاثه ديال الانواع اللي كيركز عليهم واللي كيتحط في لي زيكزامان ضروري، يعني الا تعطاتك البارتي ديال الجلوسيد في ليكزامان تلقاهم فيهم هاد الثلاثه هادو. عندك المالتوز ولا اللاكتوز والسكروز، هادو كاملين كيتعطاو يعني لي زوزيد المشهورين ولا لي بلو كوني. بالنسبه للمالتوز راه كتكون لينا من الجليكوز، السكر ديال الجليكوز في لو نوايو بيغان، يعني الجليكو بيغانوز نشوفوه مازال غليكو بيغانوز زائد غليكو بيغانوز. اللاكتوز الجالاكتو بيغانوز والغليكو بيغانوز. السكروز الغليكو بيغانوز والفريكتو بيغانوز. الغليكوز هما هادو اللي كاينين هنا، هو اللي كاين في هاد هذا في ليزالدوز. دونك السؤال اللي كيطرح دابا هو ان كيفاش حنا خصنا نعقلوا على هاد لي ستراكتور هادو، اللي كيفاش مثلا نهار تعطيك ليكزام كيفاش تعقل على الغليكوز والمانوز، يعني خصك تحفظهم. انا كنقترح انه بلا ما تحفظش هذا، بلا ما تحفظ هذا مثلا كدير مثلا هذا راه داير مثلا المانوز، واحد الكربون داير هنا، واحد داير هنا، واحد داير هنا، واحد داير هنا. دونك عوض انت ما تمشي تحفظهم وهذا وتبرز به راسك، كدير يعني طريقه بسيطه اللي كيديروها كامل الطلبه، يعني هي على هذا الشكل. مثلا كنجي لهنا كنديروا هذا هو المشتق ديالهم، كي او اش كاين على اليمين. بالنسبه لا كونفيغوراسيون دي ولا لا ستريكتور دي، حيت عندنا دي وعندنا ال. بالنسبه لل راه كيبدا بالجهه الاخرى، كيبدا باغوش كيكون هكا ومن بعد كيكون الاشتقاق. بالنسبه خلينا حنا دابا غير في دي.
دونك دي يعني ملي كيكون هذا الاشتقاق هذا كينزل عاوتاني لتحت، كنحتفظوا به يعني كنزلوه هكا، كنزلوه هكا بحال هذه الطريقه هذه، ثم كنديروا هذا الشكل، هادو كنزيدوهم يعني دايرين بحال هذا الشكل. هلا قلت تقريبا كيتلاقاو هنا في الوسط تي نمسحهم يعني بحال هذا الشكل هذا باش نعقلوا عليه. دونك هذا راه تقريبا قديناه. نفس الشيء بالنسبه لهذا، عاوتاني كنزلوه هنا فوالا، هو بجوج بهم، ها بجوج بهم. هذا الجدر الاب كنديروه واحد على اليمين واحد على اليسار، واحد على اليمين واحد على اليسار. نفس الشيء بالنسبه لهذا حتى هو كنحطو هذا هكا هكا، اليمين جوج على اليمين جوج على اليمين بهذه الطريقه هذه، ثم كنزيدو هذا على اليمين، هذا واحد على اليمين واحد على اليسار. يعني دائما كنديرو هذه الطريقه باش كيتلاقاو في الوسط، يعني كيتلاقاو في الوسط. نفس الشيء بالنسبه لهادو حتى هما كيتلاقاو لينا في الوسط. عفوا رسمت بالطريقه اللي شويه هذا، كيتلاقاو في الوسط. نفس الشيء كنديرو هاد العمليه عاوتاني، نفس الشيء كنهبطو هذا وهذا وهذا فوالا، كنديرو هذا هكا هذا هكا هذا هكا هذا هكا، ثم كنديرو هذا هكا ثم كنديرو هذا هكا. نفس الشيء حتى كنكملوهم كاملين. وديك الساعه المطلوب منا هو اننا خصنا نحفظوا هاد السميات هادو اللي محفوظ. هذا من بدون اللي من يعني الوز التروز الجليكوز المانوز الجلوز الايدوز الجالاكتوز الطالوز، سهل انك تحفظهم. يلسوفي فقط يعني انك تعقل عليهم وهذا، وتحفظهم على شكل بحال زوج بحال هذا. هذا الزوج الاول فيه الو الترو لانهم مشتقين من الريبو، وهذا مش الجليكوز مشهور. الجليكوز خصهم تعقلوا عليه لان يعني الجليكوز مشهور ومعروف وكيتحط بزاف، هو المانوز. دونك هما في الزوج الثاني، الزوج الثالث فيه الجلوز والايدوز، ثم الجالا عفوا ثم الجالاكتوز والطالوز. يعني بهذا الشكل هذا الا حفظناه يعني بلا ما يعني تعقل عليهم ساهلين. يعني انا كيفاش درت في الامتحان، يعني انا غير فوا تحط يعني ليكزامان بدا بانوا لي لي ستريكتور، بان لي الصداع، مشيت درت هكا مباشره، درت هبطتهم كاملين باش يعني من هبطتهم كاملين، ودرت هاد القضيه هذه ديال هذا يعني جوج هادو اللي كيتزادوا دائما كيتلقاو في الوسط صافي. ومن بعد يعني هاد السميات كنت حفظتهم، الو الترو جليكومانو الجيلو ايدو الجالاكتو طالو، يعني تقريبا اربعه ديال السميات راه ساهل تعقل عليهم. الو الترو يعني هذا ريبو اغابينو، يعني حتى هو راه زوج تعقل عليهم الريبو ارابينو. هذا حتى هما الكزيلو والليكسو، يعني ساهل بسيط جدا وتعقل عليهم بهذا الشكل هذا وبلا ما تحفظ. دونك هذه طريقه جميله يعني باش تحفظ باش تحفظ يعني هذا. خصك غير ترتب للسيري دي، هذا اللي قلنا في الاول كيكون العليمن كيكون سيري دي. الا بغيتي مثلا ترسم ولا تعرف ال جليكوز، راه كتبدا عاوتاني من هنا، كدير هذا، كتبدا من ال يعني واحد الكربون. نفس الشيء كتنزل نفس الشيء وكيتلاقاو عاوتاني في الوسط بحال هكا، هذا عفوا بحال هكا، هذا حتى عاوتاني هذا هذا هنا. ونسيت شويه حتى كتوصل للجليكوز، راه بحال كتبدل غير الدي، ولكن الاب ولا الجدر الاول راه عوض ما يمشي لليمين كيمشي على اليسار. دونك بهذه الطريقه غتعرفهم كاملين وهذا. ونفس الشيء بالنسبه نفس الشيء بالنسبه للسيتوز، حتى هما بنفس الطريقه تعقل عليهم. حتى هما يعني هذا السيري دي في الاول داير هكا، يعني غير هو عنده واحد السي او او، هادو راه كي هاد الجدر هذا راه كيبقى، هاد الجدر عفوا هاد الجدر هذا ما كيبقى ما كيتغيرش، هاد الجدر هذا لا يتغير، هو هاد الجدر هذا ما كيتغيرش. اللي كيتغير فقط هما هادو اللي كاينين في الوسط، يعني فوالا بهاد الطريقه هادي تعرف شنو فوالا. يعني بهذه الطريقه هذه تعرف كيفاش يعني تجاوب في الامتحان، يعني بلا ما تحفظ هذا الاستركتور هادو، بلا ما تعي راسك يعني بالحفيظ. وهذا يعني بهذه الطريقه هذه سهله
وبسيط جدا. الفيديو الموالي غادي نتعرفوا على التي دي ديال الجلوسيد. التي دي ديال الجلوسيد هو ما فيهش لي زيكزيرسيس، ما فيهش، هو فيه غير لي ستريكتور، كيعطيك واحد السكر مثلا، واحد الفونكسيون لينير، كيقول لك حولها اللي هي الفورم سيكليك. الفورم سيكليك يعني كيفاش كنديروا لا سيكليزاسيون دي زوز، هذا اللي غادي نتعرفوا عليه في الفيديو سويفون. اتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.